السجن لعشرين سنة وغرامات مالية تتعدى $20,000 لكل شخص يثبت تورطه في جرائم انتخابية. الجريمة هنا إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع والإخلال بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها وغيرها من التهم برتبة جريمة. محاولة الاعتداء على الانتخابات في فترات سابقة ربما هي التي أعطت الفكرة أو أوحت بفكرة الردع في مسألة الجرائم الانتخابات. هذا هو الواضح، أن هناك هدف لحماية الانتخابات على الأقل من الناحية القانونية. باحتشام يضبط إيقاع الحملة الانتخابية، لائحات تدعو لفجر تغيير جديد وأخرى للتغيير وسط مشاركة ومقاطعة. بالناحية السياسية أنه كان ينبغي فتح حوار حقيقي وجاد، كان كفيل بإيجاد حلول لهذه المشاكل السياسية المطروحة بدلا من الذهاب إلى المعالجة الأمنية والعقابية. لكن العملية الانتخابية حق يحميه المشرع ويرعاه، تقول وزارة العدل، حماية أوجبتها خروقات سجلت في استحقاقات سابقة وفي مناطق عدة، وجعلت من السلطة أكثر حرصا على توفير شروط السير الحسن للاقتراع. بعض يرتكب جرائم أثناء الممارسات الانتخابية، وهذا وضع له المشرع والحمد لله وضع له حد. الديمقراطية لا تتأتى بالعنف، لا تتأتى بالإجرام. الديمقراطية فعل مواطني، الديمقراطية لابد أن تمارس بهدوء، نحترم آراء بعضنا البعض. وتشارك كبرى الأحزاب المحسوبة على التيار الوطني والإسلامي في الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل، فيما تقاطع أحزاب التيار الديمقراطي وسط تفاوت في الاهتمام الشعبي بين مشارك ومتحفظ. بعيدا عن الجدل السياسي، انقسم النقاش القانوني بين مؤيد للعقوبات الردعية بحق من يثبت تورطه في أعمال تخريبية تعيق حسن سير الانتخابات، وبين من يرفض تلك العقوبات جملة وتفصيلا بدعوى التخويف المبالغ فيه عشية انتخابات نيابية ينقسم بشأنها الشارع. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر.